الليف ما بقي غير 25 دقيقة، لازم نطلع بالباص على الجامعة. بس سهيلة الباص ما بيمرق من هون، يلا ركدي من لحقه. إليف يلا ركدي، ما ضل غير ربع ساعة، خلينا نفوت. ظهر وقفوا بالدار يا بنات، شو صاير لكم؟ لا تدفشوا هيك. دخيلك يا ربي، شو بدنا نعمل؟ ما رح نلحق، شايفتلكن عم نستنى على الفاضي. إليف شو بدنا نسوي؟ ما رح نلحق نسجل، ما صفي غير 10 دقايق. خدي الولد لشوف، لو سمحت أخي، مصرياتنا ناقصين، بس بكرة نقدر ندبر الباقي بشي طريقة. لو سمحت ممكن تساعدنا بهالقصة؟ ما فيني ساعدك، جيبي كل المبلغ وتعالي. يلا اللي بعدها. تفضل. هاي القضبيرة اللي طلبتيها حطيها. كم طالبة سجلت؟ يعني يا دوب 5-6 طالبات. بهاي الحالة فينا نقول للبنات يلي مالهم محظوظين مع السلامة. مساكين هالبنات، مين بيعرف قديش بيكونوا زعلانين هلا؟ والله انتو عم تظلمونا كتير، ما بصير هيك، على القليلة اعطونا مهلة للمثل نجيب المصاري. خلوا بقلبكن شوية رحمة، من وين بدنا نجيب كل هالمبلغ؟ إليف ضل 3 دقايق، شو بدنا نساوي؟ يمكن يمددوا المهلة، الله موجود ورح يساعدنا. طيب بلكي ما مددوها، مالك شايفتي؟ الأفندي خلص شغله وماله مصدق إمتى يروح على البيت. سهيلة وقفي، أنت شو عم تسوي؟ وقفي، ما فيك توقف التسجيل، كل هدول البنات من حقهم إنه يتعلموا. إيه كلامه مزبوط، ما بحق لكم تعملوا هيك، ما في معنا مصاري، بترجاكم عطونا شوية وقت، من أمن المصاري منجيب لكم ياهم. صدقوني أنا ما دخلني، جيبوا المصاري وتعالوا. سهيلة خلص حبيبتي، يلا خلينا نمشي. مالي متزحسحة من هون، طلع فيني يا أفندي، تعرف قديش أنا عانيت وتعذبت لقدر تفوت على الجامعة؟ وهي المسكينة من الصبح حاملة ابنة وناطرة هون، فكرك بهالبساطة رح نتخلى عن حلمنا؟ سهيلة لا تساوي هيك، أكيد رح نلاقي شي طريقة، يلا تعي. أنا ما دخلني، عم نفذ الأوامر وبس. ما في بقلبكن لا ذرة ضمير ولا أخلاق، ما في حدا عنده ضمير ووجدان يوقف بوشكل هالظلم وياخد لنا حقنا؟ طبعا في حدا، رح ندفع مصاري لكل البنات ليرجعوا على الجامعة. كيف؟ شو؟ معقول؟ وانت لو سمحت يلا ارجع على شغلك، لأنه لسه ما خلص دوامك. طلع لسه في معك دقيقة. سيد سفيان مدير جمعية 28 شباط، وبنفس الوقت بيكون بابا. يا أخواتي، كل مصاريف الجامعة رح تدفع لكم ياها جمعية 28 شباط، وانتو ما رح تتعرفوا ولا على ليرة واحدة. وهلأ بقلكن ألف مبروك لألكن. إليف سمعتي شو صار؟ وأخيراً الله استجاب لدعائنا يا بنات، ألف الحمد لله. لا تفرح، لسه ما خلصنا. ما شاء الله عليه، كتير لذيذ ومهضوم، يربى بعز أمه وأبوه، وش هالولد خير علينا. كيفك سهام؟ سمعت إنك مريضة كتير، الحمد لله على سلامتك. صرتي أحسن؟ إيه صرت منيحة، بتشكركن. إجت وش البلا؟ أنا منيحة الحمد لله، والفضل لزوجي هو أنقذني. سهيلة ديري بالك على إبراهيم شوي لأرجع، بدي أحكي معه موضوع. إليف لا تحكي معه، بس شوي رح أحكي معه كلمتين وإجي. سهام؟ أنت هون كمان؟ طالما إجيتي لعندي معناتها اشتقتي لي كتير.
رح تدفعي تمن اللي سويتي معي، وأنا هالمرة ما رح أمرق لك اللي سويتي بالمرة. نسيتي إنه اسمي سهام؟ وما حدا بيقدر يوقف بوشي مين ما كان. مشان هيك روحي اعملي يلي بدك اياه، ما بتفرق معي لانه ما بتهميني بشي. انت يلي سرقتي ابني ورح ورجيكي. سرقت ابنك؟ كان معي اذن من المحكمه وهيك اخذته. وانت شو عملتي بالمقابل؟ استاجرت الرجال ليضرب مرة حامل؟ لك كذابه ولسه عم تفتري علي بدون خجل. انت كذابه وقليله وجدان. يا ترى انا الكذابه ولا انت؟ بس طالما حبيبي عزيز واقف معي، انت رح تبقي الكذابه. سهام عم حذرك ولاخر مره، ديري بالك مني منيح. اصحك تاني مره اشوفك جنبه لابني، ولا عاد تجيبي اسمي على لسانك. وانت بعدي عن زوجي وتركينا بحالنا. إليف ممكن نحكي شوي؟ تمام، اصلا خلص شغلي معه. ما بيصير، لانه واجبنا نوقف مع اخواتنا بالاوقات الصعبه. الله يوفقكم ويحميكم، انتوا قدرتوا تساعدونا، بس مو متعودة اتدين لو سمحتي. معناتها بتشاركي بالبرنامج اللي رح يصير بالجمعية وبتحكي شو صار معك؟ ومو بس مشاننا، لأنه وقت تحكي قصتك بتكوني أخذتي حق كل زميلاتك. لازم تعملي هيك كرمال تدافعي عن قضيتنا. معك خديو. ايه والله مزبوط كلامه، انتي أكتر وحدة انظلمتي بيناتنا بهالفترة. برأيي لازم تساويها، الكل لازم يعرف الحقيقة، ووقتها يمكن الكل يتعاطف معنا. يا سهيلة أنا شو بدي أحكي؟ الحقيقة كيف جوزك العسكري تركك، وشو اللي صار مع أمك رنا، وإنك عم تتعذبي لتربي ابنك لحالك. لا أبدا، والله هي حياتي الخاصة وما حدا بيتدخل فيها. بس يا إليف. سهيلة أنت أكتر وحدة بتعرفيني، كرمال الله لا تعملي هيك. شو هالقصة؟ ما بقدر أعمل هيك شي بنوب، لا بعزيز ولا بأي حدا أبداً بالمرة. الله يسامحك يا رشا، وين الرغوة؟ تعرفيني ما بشرب القهوة بدون رغوة بنوب. يلا حبيبتي روحي جيبي لي فنجان قهوة غير هاد وتعالي، وبطريقك اكتبي رسالة وبعتيها لعزيز. الله يعيني عليكي. ماشي طيب، شو اكتب؟ إليله يجي لهون، فهميها لحالك. وزكي جهز حاله، تمام؟ ايه تمام. انا بالجامعة، تعي فورا لازم نحكي. تمام، لا تحكي عن هالشغلات، احكي عن الجامعة وعن رفقاتك وقديش تعرضتي لمشاكل، حتى احكي عن أحلامك. وأنا برأيي إلينا معها حق، يعني لازم تحكي قصتك كرمالنا.